هاي يسمونه النيس، إلى اسمين النيس والدعنج. هذا يعيش هذا الشيء في المناطق الصحراوية في الرمل في السعودية، في كثير منها. هذا طبعا هذا ذكر، عندنا مجموعة هني ومجموعة عندنا محطوطة في الأرمالي. هاي وقت الخطر يرمي الشوك ماله. الحين أراويكم الشوك، هذا الشوك اللي يرميه الصغير. هذا يتغدى على نوعين من الخضار واللحوم.
راح يتغدى على نوعين من الخضار واللحوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.